شوف هذه صغيره درتها انايا، الوالده درتها الكبيره، وراها الكبيره اللي درتيها الوالده. هذه ديالي انا، ديالك انت فين هي؟ فين ديالك؟ هاي دي الوالده. العيون، انا عيوني صغار حتى قد السن، انا عيوني صغار، هي عيون. هاتي شوف، ها ديالتي انايا، شوف ها هو ديال الوالده، ديالتي انايا صغيره قد لكم مزيان، ديالتي انايا صغيره وديت الوالده كبيره، وبواحد حسب السن الوالده كبيره. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غنوريكم الكرداس ديالنا المغربي بطريقتي، كيجي بنين ولذيذ، ومن داكشي اللي كيدقوا عندي كيعجبوا هذا الكرداس. غير تبعوا الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله. اولا كناخذوا الاحشاء ديال الخروف، راك عارفين ديال العيد الكبير، فيهم الكرشه، فيهم كلشي. انا كندير شعير الشحمه بوحدها، كندير حتى الاحشاء الاخرى مع القرجوطه والعلالق ديال القلب، شي نزيد عليهم اللحام، نزيد عليه كلشي. كناخذ الكرشه تكون نظفتها، بعد ما تكون نظفتها مزيان مزيان ما كنخليش فيها حتى شي حاجه، كنقطع الى قطع مربعات صغار شويه على قد الكريديسات اللي غادي ندير. وكناخذ الريه كنقطعها حتى هي طريفات صغار، يعني ملي كتقطعهم يعني كلشي، هادشي الاحشاء ديال الفويض كنقطعهم طريفات صغار في الاول، حيت انا كنت كنقددهم ونعلقهم وكنعاد كنقطعهم. دوك قطعتهم من البدايه، هاد الطريقه كتكون سهله لبنيات المبتدئات. وحتى القرجوطه حتى هي كنحلها وكنقطعها حتى هي طريفات صغار، باش اي لقامه كتدخل لهم التوابل. الطريقه راه زوينه زوينه بزاف، غير تبعوا هاد بنياتي، ما عمركم غتندموا على هاد الكرداس، غتوليو كيكون لاصقين في القلب. هما هاد كونوا كيكون تما كنحاوطين بالقلب، تما ما كنضيعوهمش، هما كنقطعوهم بحال كلشي كيدوز في الكرداس، كلشي كيدوز في الكرداس. كيبقى شويه على الشحمه بوحدها، غنزيدو حتى اللحم. ها هو اللحم عادي من السقيطة فيه زيت شتي. ما قطعنا كل الاحشاء ديال الخروف سوى الكبده والقلب والطيحان، يعني هذوك شويناهم. ملي كنديرو كنديرو فواحد البانيو، يعني واحد الاناء اللي غادي يكون غارق شويه، ونبداو نديرو الملح الحيه. الملح الحيه بنياتي راه ضروريه، هاد الملح الحيه راه هي الماده الحافظه لهذا الشيء كامل، وما كتطلقش الماء، كتعطي واحد البنه زوينه. وكنديرو واحد شي خمسه الفصوص ولا سته الفصوص ديال الثوم اللي هما محكوكين، كنديرهم وكندلكو مزيان 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 باش ندخلو ديك الملحه وديك الثوم هما الاولين. من بعد غنزيدو التوابل ان شاء الله. التوابل ما غاديروش بزاف، غديروا القزبر اليابس، هذا ضروري ضروري خاصكم ديروه في القديد وفي جميع اللحم اللي غادي يتشمش. وكنديروا الشونيه، هاد الشونيه راها كتغنيك على السكنجبير على القرفه. الشونيه كتعطي البنه ديال الحروره، وفي وقت واحد ماده حافظه لهذا الشيء، ما غاديش تخسر لكم نهائيا. وكديروا حتى الخرقوم، يعني العرق، يعني الكركم، كديروا واحد الحاجه اللي كتقنعكم، معلقه جوج معلقات، باش تشوفوا بان اللحم تلبس لكم بهذيك اللقامه، وما تقووهاش بزاف، غير المناسبه تكون مناسبه، ودلكوها مزيان مزيان. وكديروا حتى شويه التحميره حتى هي، حتى هي كدلكو كدير في الاخر كتلبسوها بشويه الزيت، غدلكو مزيان 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 حتى كدخلوا. دوكا هاد اللحظه غناخذوا واحد البلاطو يكون ديال الانوكس، ما تاخذوش ديال البلاستيك، لان البلاستيك يتفاعل مع الملحه وغتخسر الحوض دوك القطاع مزيان، باش نعرضهم الى الشمس، اشعه الشمس، باش يعير ينشفوا لينا، ماشي كرمو، بغيناهم عين ينشفوا من الماء. ودا هاد الوقت غنجيب الكرشه ديالتي اللي قطعتها قطع صغار، غندير حتى هي نفس الطريقه اللي قام لي درتها في هذاك القطع، غنديرها حتى في الكرشه، غندير الملحه الحيه ونحرص على الملحه الحيه، نديرها حتى في هاد كنقولوا حنا بوبينوط، هذا ماشي مول البنات، كاين موبينوط وكاين مول البنات. هاد بوبينوط كيكون بحال بحال الكرشه، ويكونوا فيه بزاف الجيوب، وحرصوا عليه بنياتي يكون مغسول بجيب بجيب،
حتى هو غنديرو غنذكر دسبي لان عندي كرداس كثير. غندير الملح مزيان ونلبسها وغندير يعني القزبل الكام القزبل الكام وغندير القزبل اللي غادي يقنعني نديرو مزيان في ديك الكرشه حتى هي باش تاخذ اللقامه ديالتها. وندير حتى جميع اللقامه اللي درت في التوابل الاخرى اللي درتها كامله يعني الشونيه التحميره يعني والكركم. الكركم راه هو زوين هو ماده حافظه زوينه. من بعد ما درت ليهم غنجيب المصران. هذا المصران الرقيق هو اللي غنعقد به بدل كنا كنبكري كنعقدو بالقنبه وبالشرط وبالشريط ولينا كنعقدو بهذا المصران كيغنينا على القنبه باش ترمي الكرداسه بجميع ديالها ما كتحل ليها ما والو. تي غنديرها نفس اللقامه اللي درت لجميع يعني الملحه القزبل الكريم التحميره الشونيه الكركم يعني كلشي هادو الثومه واحد شويه فصيص تاع الثومه ولا جوج ديك الثومه كتحيد ديك الزفوريه ما كتخليش في اللحم. وغندلكهم مزيان تندخل ليهم اللقامه ونحطهم جانبا كلهم حطيتهم جانبا باش نطلعهم كاملين ان شاء الله نشرهم في السطح. وغناخذ هذه الردة اللي ما كانش عارف الردة هو الردة اللي كيكون فيه الولسيس كيكون فيه واحد الولسيسات لاصقين فيه هذا هو الردة هو اللي غنديروه مع نصاحبو مع هذاك ونديروه في الكرداس ان شاء الله كيجي بنين شحمته زوينه كتجي بنينه. وغنشيل دوك الولسيسات وغنفلحهم. علاش غنفلحهم؟ باش يدخل ليهم الملحه ويدخل ليهم التوابل باش ما يخسروش لينا لان دوك الولسيسات تيكونوا جامعين شويه كيكونوا طريين دغيا كيتلوثوا. غندير ليهم نملح نفلحهم ولا بانت ليا شي وحده ما تفلحاش نعاود نفلحها. وغندير لهم الملحه الحيه دائما كنقول لكم الملحه الحيه والثوم يعني الملحه الحيه راه ضروري خصك تكوني جبتيها من التوابل ديالك في العيد الكبير راه كيبيعوها موجوده في القصاريه. وغندير القزبر الكارم وجميع اللقامه اللي قلت لكم سابقا كلها يعني غير ما كديروش بزاف غير اللقامه غير الكركم قلت لكم التحميره والشونيه والقزبر الكارم صافي. والشونيه كتغنيكم قلت لكم على البزار والسكينجبير صافي. غندلك مزيان ديك اللقامه ندخلها مزيان في هذاك الرده مزيان. وغناخذ هذا المصران الغليظ المصران الغليظ ما كيعرفوش هي المصران الغليظ تاع الشحم تيكون عامر شحمه هذا لكن اللي كيشويه انا اللي غادي نكرمو وردو قديد كيجي زوين في الكسكسو ملي كيولي قديد ما نقولش لكم ابنياتي ديروا في الكسكسو ديروا في باداز في البلبوله في ايام البرد ما نقولش لكم عليه. كنشدو كنقلبو ملي كنقلبو كنساعد ببابي يعني ابسورفون يعني ديك الورق النشاف كنساعد به هو اللي كنجر به داك المصران وكنعاود نمسحو الا بان ليا فيه الماء لان حنا ما حتى حاجناش بالماء. وغندير ليه نفس اللقامه مني عاود قلبتو غندير ليه اللقامه ثاني من جهه اخرى صافي. انا دوكا صوت اللقامه المصران والردة دوكا بقى لي الشحمه شاطت لي على الفواد يعني شاط لي على التلفيف ديال القضبان ديال بولفاف. غنديرهم حتى هما في الكرداس حتى هما درت ليهم لقامه نفس اللقامه اللي درتها. وغناخذ المصران ديال الشحم كيكون رقيق حتى هو غادي نديرو حتى هو ينشر ان شاء الله في السطح حتى هو كنبغي في القديد كيجي زوين زوين. غنقلبو غير بالراس ديال المغرف ديال الحريره اللي كنشربو بها الحريره طريقه زوينه كدير عاب ولا شي عود عندكم انا كنستعن بالمغرف ديال الحريره صافي. قلبتهم كاملين غنعاود ندير لهم لقامه من الجهه الاخرى ان شاء الله نفس لقامه اللي درتها في من الجهه الاخرى. هما كتشوفوا حنا نشرناهم هما الجديد الكرشه هي الردة نشرناها بهذه الطريقه. الكرشه راه درنا لها قرارص باش حيت كاين الريح قويه راه تبان لكم في الصوره الريح قويه. هما كلهم المصارن هما حتى هما نشرناهم المصارن الصغار هما درنا لهم الحبل حتى هما نشرناهم. بالنسبه للحبل كنستعملوا هذا الحبل هذا كنديروش حنايا هذا الحبل ديال الحديد وانما هذا الحبل ديال الدوم مزيان. صوبنا الاخر حطيناه في البلاطو هما بسم الله على بركه الله. بعد ما خلينا نهار في يعني بالنهار لان كنشف في الشمس هو ولا غير شويه يابس ماشي يابس بزاف ولكن باقي طري. حنا حاجتنا انه يبقى شويه وفي وقت واحد ما يقصرش ويبقى بالتتبيله ديالته. دوكا ملي كن يبس لينا شويه اللحم
هاد الشحمه اللي قلت لكم ما طلعناهاش خليناها في الدار ما طلعناهاش، وهاد الردة هو هي توا طلعنا تنشف ما بقاش فيه الماء نهائيا، حتى هو غادي نديرو نخلطو. وهاد الكرشه حتى هي يا هي هي ما خليناهاش يعني بست كامله، خليناها باقا طريه باش تساعدنا فاش نلويو الكرداس ديالنا. والمصفان كذلك حتى هو خليناه يعني حتى هو خلينا شويه طري ما خلي ما يبسناش. هادو هما تابعوا معنا دوكا غادي نجمعوا هاد الكرداس، دوكا غنديروا هاد الكرداس غنخلطوا فيها لحم وشحمه، غادي غنحوزوا هاد اللحم في جهه وغناخذوا هاد الشحمه ديالتنا نحطوها هنايا حتى هي صافي. غنبداو نقسموها شويه بحال هكا باش نديرو جزء من هكا وجزء من هكا. هذه الطريقه ديال هاد الكرداس هكا يا جاتنا شويه طابقه نحطوها من النص صافي. غناخذوا شويه اللحم وشويه الشحمه وكنديروا هاد الكرداس بحال هكا. في الاول كنصاوبهم انا بحال هكا تجيني ساهله في الاول، بشويه اللحم وشويه هذا كنقطعهم هكايا وكنصاوبهم هكا وكنحطهم باش كتجري ساهله بحال هكا. المسالينا صافي صوبنا الكموسات، هانتوما شوفوا الكموسات كان ما هما مقدين ما هما كبار ما هما صغار باش يدخل ليهم الشمس. دوكا غنغلفوهم ان شاء الله بالكرشه، يعني بغا نغلفوهم بالكرشه. هاد الفوطه هي اللي كتكون الداخل وهاد اللي كتكون ملسي اللي كتكون الخارج. دائما نحرصوا على هاد الطريقه ونشوفوا كيفاش شحال هادي بحال هكا القطعه. غدي لنا جوج كرداسات ان شاء الله نقطعو على جوج، اللي بات لنا كبيره نقطعوها اللي بات لنا صغيره هي هذيك. تابعوا معنا قطعناها لقطعتين ها هي، ونشوفوا نقدها غادي نحاولوا يعني نكمدوها فيها مزيان. ها انتما كتشوفوا ملي كتكون ساده كتقاده باش تجبديها وباش تلمطيها مزيان، ما تخافيش منها هكا هكا يا تنلمطوها كامله. ها انتما صافي ملي نكملوها نحطوها ان شاء الله ونديرو تاني كرداسه اخرى كنعقبو ليها. نديرو كندير كلشي في مره في مره، هادو كندير الكرشه في مره وعاد ندير المصفى في مره اخرى هكا. هاي هادي بحال هكا نقادها ونحطها ونبدا نصوب. بعد ما لبسنا كاع الكرشه ديالتنا الكرداس غناخدو المصفان ديالنا. ولا حول ولا باش يحد يساعدك باش ولا بدا شي حد باش يساعدك. وغادي نصافي نكملوها مزيان هاد الكرداسه، ياك يعطيهم غير الامثله يقول لك مكمد بحال الكرداسه بحال الزم مرزم. هانتوما هزمها ورزمها مزيان، هانتوما شدي. وهاد هاد المصاره موجود ما تحنوا كاع هان لو تجليات ما تخافوا كاع كنربعها انا بحالكم باش نحفظ عليها ما تحلش. شدي بحال هكا باش حد يساعدكم بحال هكا. حزموا الحزمه الاولى والحزمه الثانيه. هانت الكرداسه كي كتكون هاكا دوك هاد الكرداسه هي اللي غنشبرو بها الكرداسه الثانيه ان شاء الله. صافي غنجيبو الكرداسه الثانيه حتى هي كنمدوها مزيان هانتوما. هانتوما كتشوفو كنبقاو بحال هكا حتى كنكملو. ماشي ندير الكرداسه كل كرداسه بوحدها، خاص يكونو ربعه خمسه في خيط واحد باش يساعدنا باش نشرو في النشره ويكرم لينا مزيان. منخليوش كل كرداسه بوحدها
يعني كنديروا هذه الطريقه باش كتجي يعني بحال الزلاك ديال الشمس. من بعد ما سليناها الميه بعد ما كردسناها كما كتشوفوا كنديروا كرداسه بحال هكا غادي نشروهم ان شاء الله. ولا بقات لكم شي كرداسه ما بقاش ليها الكرشه، عندنا واحد المصران كيكون عندنا غليظ كيكون حدا المصران العوره، كيقول المصران العوره هذا المصران كيكون ما عندوش العين مسدود، كتحتفظي به ما كتغسليه وكتحتفظي به لاجل هذا الغرض. هو اللي غنكمل به ان شاء الله الكرداسات اللي ما بقوش عندي ليهم الكرشه، تابعوا معايا ان شاء الله. هانتوما كنحلو، راه هو غريب، كنحلو كلو وغادي نهبطو واحد بحال الكرشه جلده وحده باش غادي نلمط بها هذيك الشحمه اللي بقات ليا. ديك هانتوما شتيها كتكون مع السدود من هنايا، هانتوما السدود شتوها كيفاش كيكون، شوف كيفاش كيكون، هذا هو اللي غادي نلمط بها هذوك الكرداسات اللي بقاو. ما حليتو الدخلاني ديالو نخليه هو لبرا والخارج ديالو هو اللي غادي يكون داخل، وغادي نلمط بيه ان شاء الله. صافي هاد الكرداسة مقادة، غادي ندير الكرداسة أخرى، الكرداسة أخرى تاهي هاهي. ناخذ الخرقوم البلدي غنبداو كل وحده نديرولها شويه باش يبقى يمشي اللون ديالهم، ما يبقاش شي يجي اللون ديالهم زوين هاكا. النشيط كنديرو به كرارة الخادم، كنديرو المصران اللي كيبقى شيط كنديرو به كرارة الخادم. كيفاش كنصاوبو كرارة الخادم؟ كنديرولها بحال هكا، ها انتوما الدريات، ها انتوما بحال هكا، شدي بحال هكا كنديرو بحال هكا وكنبدا نديرو نخلص بحال هكا بحال هكا، شدي من هنا باش متحلش بحال هكايا وكنبدا نمشي بحال هكا. الوالده ديالتي انايا، شوف ها هو ديال الوالده، ديالتي انايا صغيره قد لكم مزيان، ديالتي انايا صغيره وديت الوالده كبيره وبواحد حسب السن الوالده كبيره. خواتاتي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا كما انا استفدت الاول، تعلمت من الوالده تعاملت معها وتعلمت، كنتمنى انكم كذلك تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا بارطاج باش كلشي يستافد، وما تنساوش باللايكات، ودمتم سالمين في فيديو قادم ان شاء الله.